مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استوديو الموصلية، والتي سنواصل فيها تسليط الضوء على مجريات الأحداث في مدينة الموصل وسير العمليات تحرير الجانب الأيمن، كما سنسلط الضوء على الحالة الإنسانية التي يعيشها أهل الموصل في الجانب الأيمن وفي مخيمات النازحين. وسيكون تركيزنا اليوم حول محور داعش يستهدف المدنيين في سوق النبي يونس في محاولة لزعزعة الاستقرار بالجانب الأيسر من الموصل. فاصل ونواصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. في الساعة الأولى سنستعرض العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن استهداف مدنيين في منطقة الموصل الجديدة. أصدرت قيادة العمليات المشتركة توضيحا بشأن استهداف مدنيين في منطقة موصل الجديدة، وفيما بينت أن ادعاءات إرباك الرأي العام تكررت مع مبالغات ومغالطات كبيرة، ودعت كافة وسائل الإعلام والشخصيات السياسية إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. وقالت القيادة في بيان أنه مع كل انتصار يحققه العراق تتكرر محاولات وادعاءات لإرباك الرأي العام وبث قصص فيها مبالغات ومغالطات كبيرة، وأضافت أنه من أجل إحاطة الرأي العام بكامل الحقائق نوضح أنه بتاريخ 17 أذار 17/2000 شرعت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام حي الرسالة، حيث فجرت عصابات داعش الإرهابية عددا من العجلات المفخخة الكبيرة مع انتحاريين لإعاقة تقدم قطعتنا، مشيرة إلى أنه بعد تدمير العدو استطاعت قواتنا من تطهير كامل حي الرسالة، وذلك في تمام الساعة 18 من نفس اليوم. وتابعت في تمام الساعة 8:25 تم توجيه ضربة جوية من التحالف الدولي على مجموعة من الدواعش ومعداتهم بطلب من القوات العراقية، لافتة إلى أنه من خلال معلومات دقيقة من مواطنين ذكروا أن عصابات داعش تحتجز العوائل في بيوت مفخخة وتجبرها البقاء فيها، وتستخدم هذه البيوت للقناصين والانتحاريين وتفجرها عليهم عند تقدم قواتنا. تم تشكيل فريق لفحص هذا البيت، ووجد مفخخا ومحتجزا فيه 25 من النساء والأطفال، تم إنقاذهم جميعا وهم بسلامة وأمان. وأكدت القيادة أنه تم تشكيل فريق من الخبراء العسكريين من القادة الميدانيين لفحص مكان البيت الذي تنقلته وسائل الإعلام، وتبين أن البيت مدمر بالكامل 100%، كون جميع جدرانه مفخخة ولا توجد أي حفرة أو دالة على أنه تعرض إلى ضربة جوية، كما وجد بجواره عجلة كبيرة مفخخة مفجورة، وتم إخلاء 61 جثة منه، موضحة أنه من خلال الحديث مع شهود عيان أفادوا بأن داعش فخخت البيوت وأجبرت العوائل على النزول في السراديب، واستخدمت هذه البيوت إلى الانتحاريين لإطلاق النار باتجاه قواتنا الأمنية. وبينت القيادة أن عصابات داعش ما زالت لحد هذا اليوم تستخدم الصهاريج المفخخة في هذا القاطع، حيث فجرت مساء أمس السبت الساعة 19:15 صهريجا كبيرا على قطعتنا في نفس القاطع. وأشارت القيادة إلى أن قواتنا ما زالت تخوض معارك شرسة وتقدم التضحيات من أجل تحرير أهلنا وأبناء شعبنا في نينوى، مبينة أن التحقيقات لا زالت مستمرة. في المادة الثانية من ساعة الأولى لحلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية نستعرض الأسدي وجبور يتفقدان منطقة موصل الجديدة ويلتقيان بالأهالي للوقوف حول تطورات الأحداث فيها. مرحبا.
سيدي ترى فيهم أربعة سلام عليكم سيدي ماسكين الصناعة القديمة إن شاء الله إن شاء الله من هنا ورشة جيب لكم مي والله بعد الله يبارك فيك ما قصروا نخدمكم بعيوننا تسلم لي عيونك والله ما قصرتوا إن شاء الله الله يبارك فيكم هنا على بيوتنا بارك الله فيك اي والله هاي الحدبة هي اي صورت جاي على البيت هاي منارة الحدبة جاي على البيت جاي يلا نحن الان في منطقة مصر جديدة كما ترون طبعا
والله عندهم مواقف ما تتسمى العبره. والله ما تنجح يا ابو. والله فكيتمنا من الصدام من 11 يوم احنا ب 45 نفر هذول اللي فتحولنا الباب وما يخلونا فخخوهم الهواء. الهواء ما نشتمه وفوق دقوا علينا على ارزاقنا وما بعدنا ما نستنجي به. الحمد لله والحمد لله الله جاب. والله كنت الامر علينا شهادتنا شهر مسلم. والله شهر مسلم. والله الف نعم منكم. من كل الشهر. الف نعم من وقفاتكم الحلوه. يعني اذا تسمح لي شيخ الحادثه اللي تعرضتوا لها انتم يعني بشيء من الايجاز يعني لانه اكو من يصطاد بالمال عكر ويحاول يشوه الانتصارات هذه و تمام انتم ناس عشتوا الواقع. نعم عشتوا العمليات اللي قامت بها العمليات الخاصه في هذه المنطقه. نعم اريد تحكي لنا يعني عن اللي صار. يعني انتم عائله كبيره تعرضتوا لمحنه. نعم اريد واحد منكم يبين للراي العام شنو اللي صار؟ هل الجيش او العمليات الخاصه قاموا بقصف المدنيين؟ لا 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 ما شيء. اريد تحكون الموضوع اللي واجه الحادث اللي هو فيه والله يوم كنا نسمع بصيت الجيش اريد يجي علينا وما يصطر بيدنا بعيد عننا بعد ويوم اللي يتاخر يومين وثلاثه عننا نهلك كلنا نهلك. الهلاك صادف علينا لكن الف الحمد لله يوم بينتوا اول ما بينتوا هنا غادي علينا لا تلفون نقدر نحصل لا تلفزيون يخلونا نسمع نعلم بجنبنا مولده مالنا قصفوها ايش سولف لك ما يخلونا نشتم الهواء. احنا اللي انه هم يخلون ناس بسراديب يقرون عليهم يفخخون الدور ويصعدون فوق البيوت والعمارات يقاتلون. تمام مضبوط هذا مضبوط هاي تعبوها واللي شاربهم هذه. والله والف نعم من جيدكم علينا يوم والله وجوهكم الخير. والله 11 يوم والله نشرب المي بالاستكان نشرب المي بالاستكان بالسرداب وهم واقفين فوقنا. دول عمامي اللي قفلوا عليهم 45 نفر من مخابرتكم بالليل وطلعوا ويا الجيش. والصبح فكوا البيوت وطلعوهم وفكوا الخيول. كان 11 فوق البيت يقاتل؟ كان فوق بيت عمي حسام والبيت انهجم. عمي اللي 11 جاء على ابني بالليل قال له تفتح لي باب السرداب ده نام بالسرداب. قال له يا اخي والله ما عندنا غير ان ننام به. قال له تفتحوا الا اسوي كارثه عليكم. عراقي او اجنبي هذا؟ لا اجنبي. 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 روسي. وروسي. روسي. ومعاه واحد الله. دليل ماله عراقي. قال له اسوي كارثه عليكم. قال له دخيل الله رجع عمو ممتاز. قال له ابني روح رضي بيش ما يريد. بس خلونا انفكوا. قمنا طلعنا من هذاك المكان وفكينا له السرداب. وجينا نسوينا كلتنا بالسرداب مع بيت اخويا. بالليل قامت قيامه السيف والمولدات واشتعل عندنا التريلات سياراتنا اللي نركب فيها كلها اشتعلت. بيدو شعلوا بيدو وهو وهو نزل السرداب حجي الله يحفظك. داعش الحركه؟ داعش هم حرق سياراتهم كلها. حرقنا وحرق بيوتنا وحرق سياراتنا. انا بس اريد اللقطه وحكي من جماعه 40 واحد جوا بالسرداب. صعدوا فوق البيت نفسه يقاتلوهم يقاتلون هم القناص عندنا هو بنفس البيت. نفس البيت ياكل نفس الشباب جوا وعلى سطحكم يقاتل طالع نازل على سطح مالكم يقاتل على السطح على السطح ولا زال المكان موجود محامل له رمبا وقاعد بالبيت والفوقانيه. كيف بقيتوا على هاي الحاله؟ خلينا 11 يوم محاصرين. لا داعش بقاكم 11 يوم؟ هو على بيتكم ضل اكثر من 11 يوم وياكم من نفس المكان. نحن طلعنا وخلينا بيت يمه بيت يمه حولنا بيت يمه بس هو بالبيت اللي صفته ايه. لا
زين شلون صارت العمليه مال انقاذ مالتي من العمليات الخاصه؟ والله خبر الجمال هلال راح على الاستاذ معنا استاذ مع الاسدي خبرناه بالليل وطلعوا بالليل جينا على احنا هو فوق صلاح الدين وصلنا البيت الدنيا ظلمان وباب مفطر تمام اجينا العمليه على الصبح رجعت على البيت تليفون ما في شحن ثلاث مرات مخابرني جواركم معنا الله يسامحك شيلي من طلعت من المقصود والله ماكو تقصير والله بس الموضوع كذا والصبح طلعت بالسبعة الصبح طلعوا وياي فكوا البيبان طلعنا العوائل 45 نفر عمي فاتح والجماعة وأخلينا المنطقة وبدت المنطقة تطلع ووقفت العمارات تنقل بعض النساء والرجال ما يقدرون يمشون أما ما انفجر بيوت الجيش إحنا ما شفنا تفجير شفتم أنتم هذا طيران بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تشرفنا تواجدنا وياكم هاني والأخ قائد عمليات نينوى نجم الجبولي والأخ من العمليات المشتركة عميد ركن زيد. أولا نجينا نتحمد لكم على السلامة ونطمئن عليكم وهسه اطمئنينا عليكم الله يبارك فيكم. احنا حقيقة هذا شعب مبتلى بناس محسوبين هم عراقيين ولكن هم ليسوا بعراقيين. لا بالله ما عراقيين. يحاولون هاي الانتصارات اللي حققتها القوات الامنية بصورة عامة وقوات جهاز مكافحة الارهاب بصورة خاصة يحاولون ان يسرقوها من المواطن البسيط اللي عايش بعيد عن أفكارهم وعن أساليبهم الملتوية. نعم. لذلك بدأوا يروجون أنه هناك قصف على العوائل، هناك عوائل تحت الأنقاض، هناك أسلوب وحشي تتعامل به القطاعات الأمنية مع أهلنا بالموصل. وإحنا منذ اليوم الأول اللي إجينا قلنا ذولي أهلنا دول يا عبامنا دول حشائرنا وسمعتوا هذا الحكي لا والله وانتم فعلا اهلنا احنا ما نعرف هذا من الناصريه وهذا من الموصل ذاك من البصره وهذا من دياله ذاك من بغداد وهذا من الانبار احنا عراق فقط احنا عراقيين وجينا شايلين دمنا براحة ايدنا في سبيل نقذكم صار لكم اكثر من سنتين ونص تحت هذا الاضطهاد هذا اللي يشرب جدارة يتحاسب اللي يطلع بالشارع يتحاسب ما اعرف يعني كثير من التعليمات اللي هي بعيدة كل البعد عن الاسلام وعن كل الديانات السماوية اللي يطلع بعدين بيه انطينا من مرا شهداء وانطينا جرحى وعرفنا اكو ناس جوال لانه لاول مره وهو يظهر بالعراء ويراوينا نفسه حتى احنا نقصف البيت ونقصف ويروحون اسم الله عليكم اللي موجودين داخل البيت. عندنا معلومه انه يجي يجمع العوائل ويقول لهم انا راح اموت بس قبل لا اموت لازم اموتكم وياه. يصعد فوق السطح ويظهر بعرعرة حتى يشوفه احنا نقصفه لو بالمدفعيه لو بالطائرات ونضحي باهلنا. ظلينا نراقبه وظلينا نخطط لهذا شلون نجبره على انه يترك البيت. والحمد لله والشكر التوفيق من الله سبحانه وتعالى وانفاسكم الطيبه قدرنا ان نزيحه من هذا البيت بالعتاد الخفيف اللي ما يأثر لا على البيت ولا على المواطن اللي موجود جوا اللي انتم كنتوا موجودين جوا والله وفقنا. وثاني يوم هالخير هذا اجانا وكان وقت متاخر وطلعنا وما ردنا نجازف طالما هو ذاك انتعل الى جهنم وبئس المصير. اذا عوائلنا تقدر تتحمل الليله وتحملت الليل تحملتوا الليله وجيناكم الصبح وصار اللي صار. احنا نتفاجئ بعض الأخوة السياسيين أو يدعون أنهم سياسيين وكذلك بعض موظفي المحافظة من يطلع على الموصلية ويقول مكافحة الإرهاب سوت كذا وكذا وكذا وقصفت بيوت العوائل والعوائل الآن تحت الأنقاض
ويذرفون دموع التماسيح لأنه على أساس هو حريص على المواطن، هو لا دي يسوي له دعاية انتخابية. إحنا مو مركز إعلامي حتى يجي من خلالنا يسوي له دعاية للانتخابات القادمة. ذولي ما يهمهم مصلحة المواطن ولا يهم مصلحة الشعب، ذولي يهمهم مصلحة الكرسي اللي راح يحصلوا هنا وهنا. ذولي نريدكم شوية توعولهم وتتقيدون من عندهم. احنا ما ضربنا، فقط العمارات اللي خالية من السكان واللي كانوا متكدسين بها والآن زرناها مع الأخ قائد عمليات نينوى. كما كنا نشاهد، فقد تفقد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي منطقة موصل الجديدة برفقة قائد عمليات نينوى لجان اللواء نجم الجبوري، وقد وقف على حقيقة الأحداث الأخيرة في المنطقة والتقوا بعدد من وجهاء مدينة الموصل الجديدة الذين أكدوا أن قطاعات مكافحة الإرهاب قد قامت بإخلائهم وإنقاذهم بعد أن اتخذ تنظيم داعش الإرهابي منهم دروعا بشرية. في المادة القادمة نشاهد الموصلية ترافق قادة جهاز مكافحة الإرهاب خلال تطهير منطقتي رجم الحديد ووادي العين بالجانب الأيمن للموصل. نشاهد. صار على 10 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
يا شبهه يا شبهه يا شبهه يا احمد سوى يا مكعب عملية مستمرة في تطهير الجانب الأيمن وخاصة من القاطع مسؤوليتنا اللي هو استكمالا اليوم وأمس. أكملنا اليوم تطهير رجم حديد ووادي العين الجنوبية، خلال الساعات القادمة إن شاء الله نعلن بتطهيرها بالكامل، وهذا من الأحياء المهمة والكبيرة اللي تمسك أو حاول يتمسك بها العدو من خلال قتال العنيف واستخدام خيرة عناصره وهي كلها عناصر أجنبية، إضافة إلى استخدام البارحة واليوم 8 عجلات مفخخة من ضمنها شفل
أيضا مدرع، لكن كل هذه الأساليب باءت بالفشل، إضافة للأساليب الخبيثة اللي هو يستخدم المسلحين مع النازحين ويفاجئ القطعات. لربما نجح في بعض الشيء في البداية، لكن كل الحيل انكشفت، والمعالجات أيضا اللي يحاول أن يستخدمها في إيهام القطعات أيضا تم تدميرها بالكامل، والعملية إن شاء الله بالاتجاه الصحيح. كنا نشاهد مرافقة كاميرا الموصلية لقادة جهاز مكافحة الإرهاب خلال تطهير منطقتي رجم حديد ووادي العين الجنوبية في الجانب الأيمن للموصل. وقد قال قائد العمليات الخاصة الثالثة في الجهاز الفريق الركن سامي العارضي أن القطاعات العسكرية شرعت منذ الصباح الباكر بتطهير أحياء رجم حديد ووادي العين من المفخخات التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي. للحديث أكثر حول مجريات الأحداث في مدينة الموصل معنا محافظ نينوى السيد نوفل سلطان. مرحبا بك سيد نوفل. حياك الله. أهلا وسهلا سيدي. أصدرت العمليات المشتركة صباح اليوم بيانا توضيحيا حول أحداث موصل الجديدة، ونفت فيه مسؤولية القوات الأمنية عن أي قصف، ووضحت أن داعش كان يضع السيارات المفخخة في تلك المنطقة في ظل هذه الأجواء. ما هي كلمتك للقوات الأمنية المشرفة على معارك التحرير في الجانب الأيمن من الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نعزي ذوي الضحايا ونعزي أهالي محافظة نينوى بهذه الكارثة وهذه المصيبة التي حلت على أهالي محافظة نينوى من المدنيين، حيث سبق وأن تم استضافة كل من معالي وزير الكهرباء ومعالي وزير الهجرة ومعالي وزيرة الصحة ومحافظ نينوى والسيد وكيل وزير الداخلية. كان هناك مطلب لمحافظة نينوى بدرج معظم مشاكلها، وكان من الأولويات كان الطلب إلى السادة أعضاء مجلس النواب العراقي باتخاذ قرار محافظة نينوى ومدينة منكوبة لانتشالها من الواقع الأليم وما حل بنينوى وأهلها من مصائب. ومن خلال منبر الموصلية دعوتنا إلى الحكومة الاتحادية أن يكون التعويض العاجل للضحايا المدنيين الأبرياء، وكذلك إعادة بناء دورهم بأسرع ما يمكن، حيث كان من الضحايا من منتسبي الشرطة المفصولين الذين تم فصلهم، وسبق وأن تمت المطالبة من خلال المؤتمرات ومن خلال المخاطبات الرسمية بعودة
المنتسبي شرطة محافظة نينوى الذين تم فصلهم بعد 10/6. وكذلك نطلب أن يكون رعاية خاصة لأيتام هؤلاء الضحايا. ودعوتنا إلى طيران التحالف وأن يكون هناك توخي وحذر بدقة لضرب الأهداف المرسومة، وتزامنا مع حلاوة النصر لكن هذه الكارثة التاريخية، حيث بلغ عدد الضحايا ما يقارب في دار واحد 134 من امرأة وطفل، وكذلك هناك سيارة مفخخة نوع اسكانيا في نفس الفرع، الفرع المجاور لهذا الدار، ايضا ما يقارب 28. هناك 7 ضحايا مع 5 في فرع ثاني. احنا بدورنا نثمن دور القوات الأمنية بشكل عام لمكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وكذلك الجيش العراقي لما حققوه من نصر من ابتداء من الساحل الأيسر وتقريبا 1/3 الساحل الأيمن، ما قدموه من ضحايا من شهداء ومن جرحى. وبنفس الوقت كانت هناك توصيات أيضا من دولة رئيس الوزراء أن يكون الدقة وحماية المدنيين، وفي نفس الوقت مدينة نينوى وأهلها يمرون بكارثة إنسانية وتاريخ لم يشهد لها التاريخ، حيث المخيمات مكتظة. نناشد المجتمع الدولي لانتشال مدينة نينوى وأهلها من هذه النكبة التاريخية. الحقيقة شيء مؤسف، يعني حتى وإن كان أي مواطن من أهالي محافظة نينوى أو عراقي مواطن صالح بريء، يؤسفنا أنه تنزف قطرة دم من عنده. هذه الكارثة، يعني الله يصبر أهلهم ويصبر أهالي محافظة نينوى، ولكن الله يا نينوى. نعم سيادة محافظ، هل قمتم بزيارة لمنطقة موصل الجديدة واللقاء مع القادة العسكريين المشرفين على سير عمليات أو سير معارك التحرير؟ وإذا نعم قمتم بهذه الزيارة في نفس اليوم اللي صارت هذا الحادث، كان هناك اتصال مع قائد العمليات الخاصة اللواء الركن معا السعدي، طلب من عندنا كومبريسر وحفارات وجاك هامر وتدانو عملاق، فأحضرناهن في ساعة متأخرة من الليلة الساعة الثانية ليلا، وكان معي وفد من الإخوان أعضاء مجلس المحافظة. كان نيتنا الدخول، لكن خطورة يعني تعتبر كان في وقتها خط صد، فما قدرنا نطب احنا وياه، بقينا للصبح وتمت المباشرة. اليوم الثاني كانت هناك جولة برفقة الفريق الركن عبد الغني الأسدي واللواء الركن معنا الساعدي والعميد الركن فلاح العبيدي إلى الموقع، والاطلاع والاستفسار من الموجودين من أهالي موصل الجديدة أيضا كانت لهم مطالب، وأيضا نفذناها صباح هذا اليوم. أستاذ نوفل، بالنسبة لتنسيق الجهود حول إجلاء النازحين من الجانب الأيمن لمدينة الموصل ومن الأحياء المحررة حديثا في الجانب الأيمن، نعم، هل هنالك تنسيق بينكم وبين القوات العسكرية التي تشرف على عملية التحرير في الجانب الأيمن؟ الحقيقة احنا ما ننكر دور القوات الأمنية باعتبارها مهمتها الأساسية هي القتالية، لكن بنفس الوقت القوات الأمنية تعالج النازحين وتطعمهم وتنقلهم، وبنفس الوقت اكو ساحة في سيطرة العقرب، هناك من وزارة النقل باصات تنقلهم إلى
التدقيق الأمني في حمام العليل، ومن ثم توزيعهم على المخيمات في حالة وجود شواغر في تلك المخيمات لكل عائلة على حدة. في علاقة بموضوع نزوح الأهالي من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن، ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الهجرة وحكومة نينوى بهذا الخصوص؟ الحقيقة لا يخفى على العالم ما تفنن به الدواعش من عمليات إجرامية وتعذيب لكافة المواطنين المدنيين، منهم اعتقالهم في دور وتفخيخ الدور، وكذلك السماح لهم يعني آخر ما ابتكروه هو السماح للمدنيين بالنزوح ومن ثم قنصهم في يعني بأماكن فقط أنه ينطعن ما يموت، حتى تتمكن القوات الأمنية لغرض إسعافه ومن ثم قنص القوات الأمنية. هذه آخر ما ابتكره الدواعش، منها اعتقال المواطنين الأبرياء في دار واحدة وصعود الدواعش في السطوح ومن ثم القصف باتجاه القوات المحررة أو الطائرات حتى يتمكن قصف الدار ويروح ضحية المدنيين المحجوزين في هذه الدور. نعم، كما تعلم أستاذ نوفل، اليوم استهدف داعش منطقة النبي يونس بقذائف الهاون في محاولة لتعطيل الحياة بالجانب الأيسر، وقد أسفر هذا عن وقوع 14 شهيدا وعدد كبير من الجرحى في محاولة لتعطيل الحياة. ماذا تقول أو ما هي رسالة تواجهها لأهالي بالجانب الأيسر في هذا الخصوص؟ الحقيقة هي مو أول محاولة، خاصة المنطقة النبي يونس كان لنا زيارة لإصلاح الكسورات وإنقاذ رفع أنقاض تقريبا 14 عائلة، أيضا كان قصف المدرسة حاولنا إخراجهم، لكن كل ما كانت محاولة من الكادر وصحبتي من موظفين دائرة المي ودائرة المجاري نتعرض القصف هاونات وننسحب. هي هذه لحد الآن منطقة يعني نقول تحت مرمى الهاون، كل ما يعني كل ما يكون تحت مرمى الهاون لا أخلي العدو يتمكن من تقديم ضحايا وخليه يستهدف المواطنين الأبرياء. يجب أن يكون عملنا خارج مرمى الهاون حتى ما يتمكن من تقديم ضحايا ولو قطرة دم. نعم، في ظل ما تشهده مدينة الموصل من معارك ضد عدو مثل داعش، ما هو المطلوب من سياسيي المحافظة وأبناء المدينة القيام به للحفاظ على سير المعارك وعدم تأثرها بالصراعات السياسية التي قد تنعكس على التحرير وعلى المدينة ككل؟ الحقيقة يعني هي رسالة لكل العراقيين وإلى السياسيين وإلى المحاصرين أنه لا ننسى دور القوات المحررة ابتداء من البيشمركة للجيش لمكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، قيادة عمليات تحرير نينوى. كان هناك تسابق وبفخر واعتزاز تسارعهم لتحرير الأراضي، أراضي محافظة نينوى. بهذه نثمن دورهم والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، لكن ما حصل من هذه الكارثة سواء كان هو اعتياد يكون خطأ غير مقصود لكن هو قدر وحصل، لكن الأهم هو تحرير المدينة من الدواعش حتى تبدي أهالي محافظة نينوى بصفحة جديدة نحو الإعمار والحياة المدنية. وبنفس الوقت لا نتخذ من مأساة أهالي محافظة نينوى كتأجيج لموقف أو دعاية انتخابية أو المتاجرة مأساتنا مأساة أهل نينوى. يجب أن يكون يعني هي دعوة إلى كل الوزراء ودعوة إلى كل نواب مجلس النواب العراقي أعضاء البرلمان بالزيارات
والتعايش مع النازحين ومواساة أهالي محافظة نينوى عن قرب، وهي كانت دعوة أيضا من السادة أعضاء مجلس المحافظة لدولة رئيس الوزراء أن يعقد مجلس الوزراء جلسته في محافظة نينوى للتعرف عن كل مشاكل محافظة نينوى وحلها بأسرع وقت ما يمكن. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معنا محافظ نينوى السيد نوفل سلطان، شكرا جزيلا لك. وقد حدثنا خلال هذا الاتصال من مدينة الموصل محافظ نينوى السيد نوفل سلطان، وافتتح الحديث بتعزية ذوي الضحايا بهذه المصيبة الجلل التي وقعت في منطقة موصل الجديدة، وقال أنه سبق استضافة عدد من الوزراء منهم وزير الكهرباء والصحة والهجرة، وتم الحديث عن سير المعارك في الجانب الأيمن من مدينة الموصل والدعوة إلى وقف كامل أشكال القصف أو اتخاذ وسائل جديدة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي. كما قال أن مدينة نينوى هي مدينة منكوبة، واعتبر أن يجب على الحكومة المركزية الانطلاق في التعويض العاجل وإعادة بناء الدور التي تم استهدافها خلال المعارك. وكذلك قال أن من الضحايا أو من عوائل الضحايا منهم منتسبي الشرطة الذين وقع فصلهم قبل 10/6. كما دعا طيران التحالف إلى تجنب قصف المنازل التي يتخذ منها داعش للمواطنين كدروع بشرية، وقد قال أن غالبية ضحايا هذا القصف هم من النساء والأطفال، وقد تم تفخيخ أكثر من منزل، وكذلك تم تفخيخ عدد من العجلات تستعملهم داعش أثناء المعارك، مما يؤدي إلى سقوط شهداء من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. كما ثمن دور القوات الأمنية على ما حققته من نصر في الجانب الأيسر وتحرير ما يقارب على ثلثي الجانب الأيمن من المدينة، وقال إن محافظة نينوى تمر بكارثة لم يسبق لها في التاريخ، لذلك هي منطقة منكوبة ويجب التدخل العاجل من أجل إنقاذ أهلها ومد يد العون لهم. وقال أن كان هنالك اتصال هاتفي باللواء الركن معن السعدي، وطلب منه اللواء الركن بعض التجهيزات الخاصة للتدخل لانتشال جثث الشهداء بعد القصف الذي وقع في منطقة موصل الجديدة. وقال كذلك محافظ مدينة نينوى محافظة نينوى أن لا يخفى على العالم ما تقوم به مقاتلي تنظيم داعش من تعذيب للمواطنين، وكذلك اتخاذهم كطعم للقوات العراقية عبر السماح لهم بالنزوح ومن ثم قنصهم في مناطق حتى يتم إجلاؤهم ومن ثم يتم مهاجمة القوات العراقية. وقال أن المناطق التي تعتبر في مرمى قصف أو في مرمى قذائف الهاون من الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر لمدينة الموصل يجب أن تكون بعيدة عن أي عمل إغاثي أو إنساني حتى نفوت الفرصة أو تفوت الفرصة على تنظيم داعش من استهداف للمواطنين وسقوط ضحايا بشرية. ووجه رسالة إلى كل العراقيين وخاصة السياسيين منهم، أولا إلى الوقوف مع القوات العراقية المشاركة في تحرير مدينة الموصل بكافة قطعاتها ووحداتها. وقال أن وإن كان توجد بعض الأخطاء الغير مقصودة فيجب عدم اتخاذها كحجة أو كرهان سياسي، ولا يجب أن نتخذ من مآسي المواطنين في مدينة الموصل مادة للحملات الانتخابية. وكما دعا النواب في مجلس النواب العراقي إلى زيارة مدينة الموصل، ودعا رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي إلى عقد مجلس الوزراء المقبل في مدينة الموصل. كان هذا الاتصال من محافظ نينوى السيد نوفل السلطان. نواصل بقية مواد حلقتنا لليوم من استوديو الموصلية، ولكن بعد هذا الفاصل. ما
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية، والذي نتناول فيه داعش يستهدف المدنيين في سوق النبي يونس في محاولة لزعزعة الاستقرار بالجانب الأيسر من الموصل. وللاطلاع أكثر عن تفاصيل الأحداث داخل مدينة الموصل ومعارك التحرير في الجانب الأيمن، يلتحق بنا عبر الهاتف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية السيد عبد الرحيم الشمري. مرحبا بك سيد عبد الرحيم. حياكم الله. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحيم. بعد لقائكم رئيس الوزراء يوم أمس، ما هي أبرز نتائج هذه الزيارة ولأين وصلتم في موضوع التحقيق بحادثة موصل الجديدة؟ شكرا جزيلا، حياكم الله وحيا مشاهدي الموصلية الكرام. طبعا يوم أمس التقينا بدولة الرئيس، كان الموضوع الحشد وبعض الأمور التي تتعلق بالموصل عليه مسألة كارثة موصل الجديدة، وتكلمنا معه بوضوح كامل وقلنا له نريد يعني تشكيل لجنة من قبلكم، وحتى إذا أردتم أن نشترك فيها كلجنة حقوق الإنسان عندنا استعداد أن نشترك في هذه اللجنة للوصول إلى الحقائق ومعرفة من المتسببين. المعروف بأنه التحالف الدولي هو من ضرب، ولكن هل ضرب بمعلومات، هل ضرب يعني بهكذا يعني من تلقاء نفسه، هذا ما أردنا أن نعرفه. نعم. سيد عبد الرحيم، يعني تضاربت الأنباء حول أعداد الضحايا في منطقة موصل الجديدة، هل هنالك رقم حقيقي لعدد الضحايا؟ يعني حسب شهود العيان هو يعني انتشلوا بعض الضحايا وبعضهم بقي. حسب الشهود وأهالي المنطقة يقال أنه تقريبا بالثلاثمية هم من كانوا موجودين في هذه المنطقة، بعضهم مختفين لحد الآن تحت الأنقاض وبعدهم تم انتشالهم من الأنقاض. نعم، كيف تقيم جهود إجلاء ضحايا منطقة موصل الجديدة، وهل ستقوم الحكومة العراقية بتعويض المتضررين منهم؟ يعني أنا أعتقد أنه ضحايا إن شاء الله يعني أولا الله يتقبلهم في عليين، ثانيا إن شاء الله سوف نعمل على أن يكونوا شهداء ولهم حقوق الشهيد طبعا. أما التعويض فبصراحة لحد الآن ما طرح هذا الموضوع. نعم، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال برئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سيد عبد الرحيم الشمري، والذي قام بزيارة البارحة لرئيس الوزراء وقد عبر خلالها عن طلبهم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الحكومة، ودعا وعبر عن استعداد لجنة حقوق الإنسان النيابية عن مشاركة فيها، وقال أنهم يعلمون أن التحالف هو الذي قام بقصف منطقة موصل الجديدة والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد حسب ما وصلهم عبر شهود عيان في منطقة موصل الجديدة. سيد عبد الرحيم الشمري معنا من جديد، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. نعم، كنت قد سألتك حول تقييم جهود إجلاء ضحايا منطقة موصل الجديدة، هل ستقوم الحكومة العراقية بتعويض للمتضررين منهم؟ يعني أنا صراحة لحد الآن ما تم التكلم على هذا الموضوع. أنا أعتقد بأن هناك يعني رأي كبير جدا من نواب نينوى بأنه سوف يعني يقفون وقف واحدة بأن يعتبروا هؤلاء شهداء ويكون لهم حقوق الشهيد والتعويض كشهيد. أكيد هذا راح نعمل عليه وإن شاء الله سوف تكون. نعم، اتهم قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي بعض السياسيين في المحافظة بمحاولة استغلال حادثة موصل الجديدة سياسيا وانتخابيا. ما هي كلمتك لكل السياسيين في المحافظة بهذا الخصوص؟ يعني أنا أؤيد ما ذهب إليه السيد الفريق وأقول لن تكون كوارث ناسنا هي تجارة أو سلعة بيد هذا السياسي أو ذاك السياسي حتى يمرر رغباته أو رغبات الدول التي تريد أن تخلق فتنة بيننا وبين القطاعات الأمنية. القطاعات الأمنية تعمل لعملية التحرير، ولكن هناك حصل حادث وكارثة. نقول يعني هي الأسباب الأولى هي يعني المعروفة على أساس أنه التحالف الدولي هو الذي ضرب. إذا كان التحالف الدولي
هو الذي ضرب، فما يعني شنو دور القطاعات الأمنية؟ يعني ما أعتقد هي سبب في هذا الأمر، ولكن بكل الأحوال نحن سوف نعمل تحقيق وسوف نقف على هذا الموضوع. نعم، برأيك هل استطاع داعش من أن يخلق زعزعة وضغط على القوات الأمنية لمحاولة إيقاف تقدمها في معارك الجانب الأيمن من خلال حادثة موصل الجديدة؟ وماذا تطالب القوات الأمنية بهذا الخصوص؟ يعني أولا داعش حاول ويحاول دائما زعزعة الأمن وخلق الفتنة بين المواطنين وبين القطاعات الأمنية، ويساعده في ذلك بعض السياسيين أصحاب الأغراض نفسها الذين يريدون زعزعة الأمن حتى لا تبقى نينوى بأمان وأمن وأمان. طبعا هؤلاء إن شاء الله كيدهم في نحرهم، والقطاعات الأمنية تتقدم، والنصر إن شاء الله الأيام القريبة حاصل، وهذه كارثة حصلت يعني وهي في حالة حرب. نعم، قام تنظيم داعش صباح اليوم باستهداف سوق النبي يونس المكتظة بالحركة والناس في محاولة لضرب الاستقرار في الجانب الأيسر. ماذا يجب على القوات الأمنية في الجانب الأيسر القيام به لمنع داعش من تحقيق أهدافه؟ والله أخي الكريم، نحن تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا. أولا مسألة التدقيق، يجب أن يكون هناك فرق من جهات الاستخباراتية تدقيق بصورة صحيحة، وأن تمسك منافذ المدينة في الجانب الأيسر يعني بسونار بتفتيش حقيقي حتى يمنع أي اختراق لهذه المناطق. ولكن يبدو لحد الآن ملتهين بعملية المعركة ولا يوجد يعني سماع لهذه الصوت. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية السيد عبد الرحيم الشمري. وقد صرح خلال هذا الاتصال الهاتفي معنا قبل قليل السيد عبد الرحمن الشمري في علاقة بالزيارة التي قام بها لرئاسة الحكومة، والتي عرض خلالها دعوته لرئيس الحكومة تشكيل لجنة من قبلهم، وعبر على استعداد لجنة حقوق الإنسان النيابية للمشاركة فيها للكشف عن ما حدث في موصل الجديدة. وهو يعلم أن التحالف الدولي هو الذي قام بقصف منطقة موصل الجديدة، ولكن يجب التحقيق أكثر حول المعلومات التي وصلتهم عن المنزل الذي كان يحوي عددا من الأهالي الأمينين. وقال أنه حسب شهود عيان أكثر من 300 شهيد قد سقطوا خلال هذه العملية، ولا زال البعض منهم تحت أنقاض المباني المدمرة. وهو يؤيد ما ذهب إليه الفريق الركن عبد الغني الأسدي بعدم اتخاذ هذه الحادثة لإثارة القلاقل أو الفتنة في داخل الموصل في داخل مدينة الموصل، وعدم اتخاذها من قبل بعض السياسيين كمادة لحملات انتخابية أو لإثارة سياسية. وللأسف يقول أن بعض القوات الأمنية تقع في بعض الأخطاء، وهذا لا يجب أن يتخذ سبيلا لعرقلة عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وفي علاقة بمسألة استهداف الجانب الأيسر من مدينة الموصل، قال أنه يجب التدقيق بصورة صحيحة تجنبا لأي اختراق للجانب الأيسر المحرر من مدينة الموصل، ولكنه يقول أن المعارك الجارية في مدينة الموصل ربما ذات أولوية ولا تستطيع التوفيق بين هذا وذاك. كان هذا أهم ما صرح به السيد عبد الرحيم الشمري رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. نواصل بقية فقرات حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في الساعة الثانية من حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية، والتي نتناول فيها داعش يستهدف المدنيين في سوق النبي يونس في محاولة لزعزعة الاستقرار بالجانب الأيسر من الموصل. وأولى مواد الساعة الثانية نزوح عشرات العوائل من مناطق متفرقة بالجانب الأيمن من الموصل. منين جاتوا؟ منين جاتوا؟ من الصناعة القديمة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. يا منطقة جيتوا حجي؟ من الصناعة القديمة، يا جامعة بسحر.
يم جامع ابو سعد؟ يم المستوصف. شو وقت طلعتوا ساعه بيه؟ الساعه توت هسه طلعنا. وصلوكم شو وقت تحررتوا؟ طبولكم حررنا من البارحه. بعد ليش طالعين حجي؟ والله خاف على الجهل. ما خلوا الحلم معي صبرن. قد مسافه مشيتوا حجي؟ ما مشينا ما صار كثير تقريبا كيلومتر. بعد ايش كم كيلو قدامكم؟ والله بينا نروح على الرساله وبينا يروحون على المامون. على المامون. حجي شو تطالبون الحكومه؟ شو تطالبون؟ والله طالب بس الله يحفظنا ويحفظكم وهذا وكل شيء. ما نريد الله يحفظ الجماعه اول مره ويحفظ. الله ينصرنا على الجميع يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. قد مشيتوا هسه؟ قد مشيتوا؟ والله تقريبا كيلو كيلو ونص. من يوم منطقه جاي؟ من الصناعه القديمه. من الصناعه القديمه. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. شو تطالبون الحكومه؟ شو تطالبون؟ والله طالب يعني لازم نتكاتف، احنا نتكاتف نبني هاي المدينه. إذا ما نتكاتف ما نقدر نبني هاي المدينة. الحجية أمكم والحجية؟ الحجية جات جيرانكم. بارك الله بكم. وبيكم على رأس ساعدوها. على رأس ألف هلبي. السلام. بارك الله إن شاء الله دائما بالتسليم يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منين جايتكم حجي؟ من اليابسات الصناعة القديمة. من اليابسات الصناعة القديمة. شو تحررتوا انتو؟ ايه الحمد لله تحررنا. بعد ليش طلعتوا؟ والله احنا نفسنا عندنا المواد الغذائية ومي ما بقى عندنا. وهاي اليوم صار لنا بالخمس اشهر ست اشهر اصلا احنا ناجحين. فنزلت كل المواد الغذائية والمي. اضافة للكهرباء اللي تعرف انت ما موجود. وعند هاي المرضى. ايه شو تطالبون الحكومة؟ والله نطالب الحكومة بتوفير هذه المواد الغذائية والاساسية الماء. اما شغله الكهرباء ما ممكن الانسان يطالب بها لانه صعبه. يعني هم دا يقولون تبقوا ببيوتكم، الحكومه نعم القوات الامنيه قالت تبقوا ببيوتكم، لكن احنا بالنسبه لنا انا بالنسبه لي عندي مرضى، المرضى هذا الشايب بس اللي عمره 100 سنه هسه حاليا خاصه الادويه المزمنه مالته وايضا بحاجه الى عمليه. ووالدتي ايضا بال 85 شلون يسوي داعش هنا بهاي المنطقه مصر القديمه؟ شلون يسوي بكم؟ والله داعش ما سوى ابسط ما سوى شيء ما سوى بالنسبة ماكو شيء ما سوى. ماكو شيء نعم ما سوى. يعني أبسط الأشياء. يعني هجر لنا الناس من بيوتها، احنا مهجرين ورجع مرت انه ايضا هجرنا. من يا منطقة انتم؟ احنا غرب الموصل. لا تخافوا. لا تخافوا. الحمد لله على السلامة حجي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو وقت تحررتوا؟ البارحة الصبح. كانوا يسوون الدواعش؟ والله يدمرونا، والله موتونا من الجوع، كل شيء يسووا فيا. موتونا العالم. اي. يجي يسوون بالعالم، عاد كل على داعش يقاير. وهسه انت فرحان لان تحررت؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. الجيش العراقي. هسه وين رايح؟ وين راح تروح؟ الشوارع على بيت انت. يلا بيا الخير. يلا روح حبيبي. الله وياك. يا منطقة جيت؟ من حي الثورة. شلون طلعت؟ والله طلعنا نزمنا. حي الثورة ما متحرر بعده مو؟ لا بعد. كنا شلون طلعت؟ سووا دواعش؟ والله طلعنا ابو الطين اتبهدلنا. اي؟ سووا لكم دواعش؟ سووا. هاي صار لنا ثلاث سنين انت تعرفون بينا. الحمد لله على سلامتك. الله يستر عليكم. بارك الله فيك. الله يصلكم عموه. Yeah.
منين جيت؟ السلام عليكم. الحمد لله على السلامة حج. منين جيتكم؟ والله جايين من هنا، عندنا جماعة تحت الأنقاض طلعناهم وخذوهم يسكنون. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. السلام، منين جيتك؟ من رجم حديث. شلون طلعت؟ طلعنا والله الزين من نجد. يعني بعد ما وصلكم جهاز الكهرباء؟ لا بعد ما وصلنا. شلون طلعتوا؟ قد مشيتوا؟ مشينا والله من رجم حديث الى هنا. صار لك قد تمشي؟ صار لنا يجي ساعتين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. منين جيتكم؟ شلون طلعتوا حجي؟ والله ضربنا الستر وطلعنا الدواء عشان راحوا منهارين وما هذا نهزمون. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حجي شو تطالبون؟ شو تطالبون الله ينصركم والله يحفظكم. اي والله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حجي الحمد لله على السلامة. شلون شمه؟ منين جاي يا حجي هسه؟ والله احنا من رجل حديثين. شلون طلعتي حجيتك؟ والله طلعنا بزوتكم. تحررتوا انتوا طلعتوا؟ اي تحررنا، تحررنا ودينا وتحررنا. ايش سووا الدواعش من شافوكم؟ دواعش والله دواعش، نسولف على الدواعش، لا ضربين الحين نسولف ولا نحكي. حجي صارت ايش قد تمشي؟ مشيت كثير، تعبت امشي 4 ساعات وتعبانة وانا حرمتي كبيرة. الله يسعدك يمه. الله يسعدكم انتم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله السلامة. الله يسلمك. منين جيتك عمي؟ والله أنا من الهرمات. شلون طلعت؟ طلعت بسيارتي على رجم حديد. اي. وزتيت السيارات برجم وظليت اسبوع برجم حديد. وهلكنا هلاك، لا اكل، لا شرب، اطفال عندنا، امي عربانه اسمه. قوة خلصنا من دمرونا دمار. شعلوا ابو ابونا شعلوا. والحمد لله وشكر لمن الله فرج علينا. شلون طلعت من رجم حديد؟ وهزيمة. سووا هم قاموا يضربون فوقنا، طلقات يضربون صاروخ. مره قالوا انشتلت، وقعت الشظيه جتها وانشتلت يعني. واحنا يعني طلعنا هيك يعني قوه الحمد لله والشكر. احنا وانا سالمين الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك اخوي العزيز. ايش تطالبون الحكومه؟ ايش تطالبون؟ والله نطالب طالبها بالمساعدات، تغيثنا. احنا صار لنا 3 سنين ضايقين المر، ذقنا المر. شلون واحد ضايق المر يعني؟ الحمد لله والشكر، هذا هم وعد من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك اخوي. على سلامة. الله يبارك. حجية منين جايتك؟ حجية منين جاي؟ ولا من رجم حديد يعني. شلون طلعتوا؟ انت صار لكم قد تمشون؟ والله صار نجي 3 ساعات 4 ساعات نمشي، 5 ساعات نمشي. الحمد لله على سلامة. الحمد لله والله يسلمكم. ايش محتاجين حجية؟ ايش تطالبون الحكومة؟ نطالب الحكومة زينة، ونطالب النموات، ونطالب نفسي. وصار لي والله سنتين انا حاجة توليدي مكسور ظهري، الطبيب مكسور شيء. الحمد لله على السلامة. على فكرة الحمد لله. يا حجي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صار لك قد تمشي حجي؟ نعم. صار لك قد تمشي؟ والله هي من رجم حديد اللي كنا. رجم حديد. من رجم حديد دورة بغداد مشي. اي والله مشي، وانا شايف فوق 80 عمري والحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يرحمك. شلون طلعتوا؟ احكي لنا. الله يستركم ان شاء الله. الله يستركم. شلون طلعت من رجم حديد؟ نعم. شلون طلعت من رجم حديد؟ والله فوقنا طلعنا. يضربونا فجأة وطلعنا بالموت. الحمد لله على سلامتك. الله يستر عليك. الحمد لله على السلامة. منين جايتكم؟ منين؟ من رجم حديد. شلون طلعتوا؟ والله طلعنا. صار لكم ايش قد تمشون؟ الحمد لله على سلامتكم.
كنا نشاهد نزوح عشرات العوائل من مناطق متفرقة بالجانب الأيمن من الموصل. والحديث أكثر حول أحداث أو ما جرى بالجانب الأيسر لمدينة الموصل يلتحق بنا عبر الهاتف الفريق الركن رياض جلال توفيق المشرف على المقر المسيطر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل. مرحبا بك سيادة الفريق. مرحبا بكم بالكادر وبأخواننا المستمعين والمشاهدين. شكرا جزيلا لك سيادة الفريق الركن. ما هي تفاصيل استهداف داعش لسوق النبي يونس ومن أي منطقة سقطت الهاونات؟ وكم هو عدد الشهداء؟ اليوم صباحا بالساعة 9:30 سقطت في البدء يعني قذيفتي هاون على سوق النبي يونس، وألحقتها في بعد نص ساعة أيضا قذيفتين أخرى لم تنفجر. أصابت أحد القذائف محل لبيع العطور، وتعرف هذا العطور هي فد مادة متفجرة أخذت احترقت بعض المحلات بها. الإصابات كانت عندنا 15 إصابة جروح وشهيد واحد. تواجدنا أنا والأخ قائد الشرطة في المكان وعزلنا المكان ودخلنا سيارات الإطفاء وسيارات الأسعاف، وأيضا المواطنين بادروا برفع الجرحى والأمور كان مسيطر عليها. الاستهداف اعتياديا كان من الجانب الأيمن في مدى مرمى الهاونات. نعم، شهد الجانب الأيسر من الموصل خلال الفترة الماضية استقرارا كبيرا، وعودت معظم أسواق المدينة فتح أبوابها مع إقبال كبير من الأهالي. ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق الأمني اليوم في سوق النبي يونس؟ هذا العمل يعني طبعا هذا الرمي هو غير مباشر، وهذا خارج يعني إرادة السلطات الموجودة في الساحل الأيسر، ولكن الحمد لله وشكر نشوف المواطنين يعني حيل كانوا ممتعضين من الرمي، وحيل ممتعضين من ما كان عليه داعش من أعمال إجرامية، وكانوا مستبشرين خيرا بوجود القطاعات الأمنية وأيضا الجيش والشرطة. وكانت يعني من تشوف الأسواق كلها مكتظة بالناس، الأسواق الجملة أسواق الناس يعني مواد رخيصة جدا بعد أن أمننا دخول المواد الغذائية والمواد الطبية وحاجات اللي يحتاجها المواطنين واللي كانوا خاصة محرومين منها وكانوا يتبضعون بشكل مريح جدا. ولكن هو هذا عمل الإرهاب، يريد أن يطفئ الفرحة، يريد أن يشوه النصر، يريد أن يقتل الأبرياء، يريد أن يدمر كل ما هو إنساني وكل ما هو حضاري. نعم، كيف تقيمون تعاون الأهالي في الجانب الأيسر مع القوات الأمنية في التبليغ عن أماكن تواجد خلايا داعش في أيسر الموصل؟ يعني جدا ممتاز التعامل، مستبشرين بالقوات يعني الأمنية الموجودة بالجيش، تشوفهم يستقبلوهم بكل رحابة الصدر ويخبرون ليس عن الإرهابيين فقط والخلايا النائمة، ولكن أيضا عن أي تجاوزات قد تكون مسيئة إلى سمعة أهل الموصل، وهنالك قد يكونون يظهرون ناس هم أصحاب نفوس ضعيفة، أصحاب نفوس قذرة قد تكون تريد أن تستغل الوضع وتمد يديها على أموال المواطنين أو على أموال الدولة، ولكن الإخبار السريع يؤدي إلى قطع هذه الأيادي وإنهاء هذه العملية اللي قد تصير. هنالك تواجد ليل ونهار للقادة والآمرين في الطرقات وفي الشوارع لتسهيل عمل المواطنين، لتسيير أمورهم وكذلك انسيابية تنقلهم بين الـ يعني مناطقهم. نعم، ما هي آخر التفاصيل موضوع سلامة الموقف الأمني لمن يرغب بالسفر من وإلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل؟ الحقيقة احنا سوينا سلامة موقف، ولكن تقاطع مع الأمر الديواني اللي صدر السيد رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وأصدر أمر ديواني بأن يكون الموضوع الأمني هو مناط بوكيل وزير الداخلية، وأيضا راح يصير عندنا لقاء إن شاء الله هالسبوع معه ونطرح الأمور اللي شفناها ميدانيا وطلعنا عليها خلال تواجدنا في تنفيذ
يعني مهامنا، وإن شاء الله يصير خير خلال هالأيام ونطلع بصيغة خاطر نقدر نأمن تنقل يعني المواطنين وأهلنا من الموصل إلى المحافظات الأخرى خاصة بغداد لقضاء حوائجهم أو لغرض العلاج. نعم سيادة فريق الركن، ما هي كلمتك للقوات الأمنية في الجانب الأيسر للحفاظ على الاستقرار فيه وعدم السماح لعناصر داعش من زعزعة الاستقرار؟ في البدء يعني هم هؤلاء القوات المسلحة اللي موجودين والقطاعات الأمنية والوكالات الأمنية هم أبناء وهم أخوة للمواطنين وجاءوا لغرض احتضانهم وتخليصهم من مما يعني ويل داعش وما عذبهم في بقائهم في الظلام. الآن نحن نحتضنهم بيد، ولكن سنضرب بيد قوية جدا كل من تسول نفسه، وأيضا الخلايا النائمة اللي يريدون أن يتحينون الفرص، فنحذرهم يعني حذارا كبيرا وانذارا كبيرا أنه سنقطع أنفسهم وأيديهم إذا حاولوا مرة ثانية العودة إلى نينوى. نعم شكرا جزيلا لك الفريق الركن رياض جلال توفيق المشرف على المقر المسيطر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، كان معنا من مدينة الموصل كما قلنا الفريق الركن رياض جلال، والذي قال في إجابته على تفاصيل حول استهداف داعش لسوق النبي يونس بالجانب الأيسر من مدينة الموصل أنه اليوم وعلى الساعة 9:30 صباحا سقطت عدد 2 هاون وسقطت قذيفتين آخرين لم تنفجر، وقد القذيفتين الأولتين سقطت على محل لبيع العطور مما تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة وسقوط الضحايا. ويقول أن هذا الرمي هو رمي غير مباشر، ولكن المواطنين ورغم هذه الحادثة المواطنين أبدوا امتعاضهم من ممارسات تنظيم داعش الإرهابي واستبشارهم بمواصلة عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل وبسط الأمن في الجانب الأيسر من المدينة. ويقول أن هنالك تعاون كبير ما بين الأهالي في الجانب الأيسر وما بين القوات الأمنية، وأن هنالك عمليات إبلاغ ليس فقط على عناصر تنظيم داعش بل كذلك على كل التجاوزات وكل المخالفات التي يقوم بها بعض من أسماهم ضعاف الأنفس الذين يستغلون المأساة التي تعيشها مدينة الموصل في مد يدهم على ممتلكات المواطنين أو القيام بأي مخالفات أخرى. ويقول أن هنالك انتشار أمني جيد يساهم في بسط الأمن في الجانب الأيسر في مدينة الموصل، وكذلك يساهم في انسيابية حركة المرور داخل المدينة. ويقول أن هنالك حسب الأمر الديواني الذي وضع في علاقة بمدينة الموصل والذي سيتم معالجته خلال هذا الأسبوع بلقاء مع وزارة الداخلية من أجل السماح للمواطنين في مدينة الموصل بالانتقال إلى غيرها من مدن العراق وخاصة بغداد لقضاء شؤونهم والتزود بمستحقاتهم واحتياجاتهم. وفي كلمته التي وجهها للقوات الأمنية اعتبر أنهم أولا هم إخوة للمواطنين ولأهالي مدينة الموصل الذين يحتضنونهم أثناء قيامهم بواجبهم في دحر تنظيم داعش الإرهابي من المدينة، ويقول أنهم يقومون بواجبهم من أجل أهلهم في مدينة الموصل. وكذلك عبر على أن هذه العملية ستنتهي بالنصر وتحرير كامل المدينة بتعاون ما بين القوات الأمنية وأهالي مدينة الموصل. كان هذا أهم ما ورد في المكالمة الهاتفية مع الفريق الركن رياض جلال توفيق المشرف على المقر المسيطر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل. نواصل بقية فقرات حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية. القوات الأمنية تنقل نازحي أيمن الموصل إلى سيطرة العقرب تمهيدا لنقلهم إلى المخيمات. Thank you.
يصير وراك. نحن من منطقة موصل الجديدة، حررنا يوم 12/3 نازحين على ذاك الجانب. نشكر قوات الأمنية على التحرير، والحمد لله والشكر، والله ينصرهم ويمشيهم. الله يكسر أمثالهم حبيب محمد. آمين آمين آمين. الحمد لله والشكر، حررونا ألف الحمد لله والشكر. الحمد لله، الله يبارك فيكم والله يستر عليكم. وتحررنا قبل يوم وطلعنا هزيمة، يشهد الله والحمد لله، بصاية الله بصاية القوات الأمنية حررونا والحمد لله والشكر. نحمد الله ونسأل الله، الله سبحانه وتعالى يديمهم لنا ويجعلهم ذخر للأمة العربية. تحررنا البارحة من الموصل بهذا بش اسمه بالصناعة القديمة. والله الله يبارك بهم وينصرهم وبارك الله بهم والله يحفظهم ان شاء الله. شلون تشوف الاجراءات تحقيق الامن؟ والله يبارك الله، والله معاملتكم حيل 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 زينه ما شاء الله، جدا ممنون منهم. على السلامة. يا منطقة انتم؟ والله من منطقة العبوة. للعبوة. وقت حررتوا؟ والله صار لنا 3 ايام هيك. من وصلكم لي هنا؟ قوات الامنيه. شو القوات الامنيه اللي حرروكم؟ الفرقه التاسعه. شو تقول لهم؟ نشكرهم طبعا على هذا الشيء، ممنون لهم، جزاهم الله خير، والله يضحوا بروحهم على مود الناس هذه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظك. احنا من منطقة حي العامل. انت تحررت؟ تحررنا وقت البارحة العصر. من حررت؟ والله القوات الأمنية، الفرقة الذهبية. الفرقة الذهبية نعم. شلون كان تعاملهم؟ معاملة والله زينة، ما في شيء. اطلقوا من مكانات أمنة؟ والله ناس أمنونا مكان، وطلعنا احنا على منطقة ثانية ووصلنا لهنا. نشكر قوات الأمنية على الحمد لله، الله يرضى عليهم ويبارك بهم إن شاء الله. ألو. الحمد لله على السلامة خالة. ثلاث أيام جوا الأنقاذ. من يا منطقة، من يا منطقة خالة؟ رجع حبيبي. ولا برجع بعدي. بنات اثنين ماتوا. سووا بكم الدواعش حجيه؟ لا جبروني جبروني. ما عندك حاجه. بنتي ظلت جوا الانقاذ. من صغيره دفنتها. من صغيره والله انا دفنتها بالساعه بتشولي بسيارات. الله يجزيكم خير اخويا. ولادي ذول مكسرين يا ابني. هذا ايش بيه راسك؟ ايش ضيجت براسي؟ ثلاث ايام ما ينطون ولا خبز ولا شيء. مرمرنا هذا الحاج الله ينتقم منه. ذنب يد وقعنا علينا وطلعنا يلا من جوا الانقاذ. يا منطقة حديدة. يا منطقة الجمعة حديدة. سووا بكم الدواعش؟ والله بهدلنا. Thank you.
كنا نشاهد القوات الأمنية تنقل نازحي أيمن الموصل سيطرة العقرب تمهيدا لنقلهم إلى المخيمات، ويأتي هذا استكمالا لحملات إغاثة وإجلاء النازحين من أهالي محافظة نينوى. نشاهد في المادة القادمة بلديات نينوى توزع رواتب مدخرة ل 518 من منتسبيها عن 21 شهرا في الموصل. يلا الموظفين تعالوا اخوان، تعالوا اخوان. اول شيء هذا حقكم، هذا رواتب حقوقكم، يعني هذا ما بيها منا عليكم، هذا استحقاقكم احنا جبناه، بس احنا مع هذا قد ما فرحانين بهاي الرواتب مالتكم. اكو مفاجاه، موصل جديده، ناس تعذوا وراح الضحايا، فاحنا راح ننشا صندوق، صندوق اختياري ان شاء الله 1000، ان شاء الله ما تدفع، ان شاء الله 5000، راح نسوي صندوق ونشكل لجنه من عندكم. هذا الصندوق ممكن نشتري مواد غذائيه ونوزعها بالايمن، وهذا ان شاء الله اختياريه طوعيه. راح نخلي البودرات مال الرواتب مال السلميه القديم والجديد، راح نخليها مقر بلديه الموصل ومقر بلديه نينوى. اللي عنده اعتراض يجوز خطأنا، يجوز كذا، اللي عنده اعتراض يراجع اللجنه. وحقوق بالنسبة للتقاعد الإجباري، يوم واحد لازم تستلم راتب. السنة القانونية يسمونه التقاعد الإجباري، فإذا بيستلم زايد ترجعها. الواحد ما له ماخذين بهذا الاعتبار، ما نعطيك بس هاي المدة احتمال. هو أنا أبو عمود نصر. ابتداء نعزي انفسنا واهالي مدينه الموصل الجانب الايمن بالضحايا المدنيين الذين لقوا حتفهم في موصل جديده، وبصراحه انها فاجعه كبرى حلت على اهالي الموصل نتيجه استخدام عصابات داعش الارهابيه لهؤلاء المدنيين كدروع بشريه. نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم في برحمته الواسعة، وكذلك نتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وكذلك تزامنت هذه الأعمال مع قيامنا اليوم بتوزيع رواتب مدخرة للموظفين المباشرين الجدد. تضمنت هذه الرواتب 21 راتب مدخر ل 518 موظف من بلدية الموصل وبلديات نينوى، توزع دفعة واحدة. وبصراحة هذه ليست منا على الموظفين، بينما هذه استحقاقهم وهذه حقوقهم، ولكن أن نأتي بهذه الأموال في هذا الوقت الصعب يكون له دور كبير في دعم الحركة الاقتصادية في محافظة نينوى ومدينة الموصل، وكذلك سيساهم في تحسين الحالة المعاشية للموظف الواحد. هناك كانت جهود جبارة من صرف هذه الرواتب، كانت من تعاون وزارة الإعمار والإسكان وكذلك خزينة بغداد ووزارة المالية. نعاهد كافة الموظفين في مدينة في بلدية الموصل وبلديات نينوى بأن جميع حقوقهم محفوظة لدينا. أي موظف يباشر ويثبت موقفه سلامه موقفه الأمني سنقوم بإطلاق رواتبه دفعة واحدة. هذا الشهر 21 شهر دفعة واحدة، الشهر المقبل سيكون 22، وتباعا إلى أن يتم
صرف جميع الرواتب المدخرة للموظفين، علما بان المؤسسات البلدية بلغ عدد الموظفين المستلمين لجميع رواتبهم اكثر من 80%، وبلدية الموصل تقريبا 50%. كذلك هناك جهود خدمية تبذل من قبلنا ومن قبل بلدية الموصل، سواء في عملية إغاثة النازحين أو تقديم الخدمات للمناطق المحررة سواء في الساحل الأيمن أو الأيسر. نحن نعمل مع بلدية الموصل خلية واحدة. بداية نعزي أنفسنا ونعزي أهالي الموصل محافظة نينوى بصورة خاصة، أهالي نينوى بصورة عامة، الفاجعة التي حدثت قبل يومين الذي استخدمه قامة تنظيمات داعش الإرهابية باستخدام المواطنين العزل المدنيين، استخدام كدروع بشرية لإثبات خباياهم ونواياهم السوءة باتجاه المواطنين المدنيين في داخل مدينة الموصل. اليوم حضرنا إلى مديرية بلديات نينوى ومديرية بلدية موصل، طلعنا على آلية توزيع الرواتب المدخرة من قبل مديرية بلديات نينوى. اليوم تم صرف رواتب ل 518 موظف من الرواتب المدخرة لمدة 21 شهر، وهذه الرواتب تعتبر من استحقاق المواطنين أو الموظفين الذين يعملون في كلا الدائرتين، بلديات نينوى وبلدية موصل. وبدورنا لا يسعنا إلا أن نشكر السيدة معالي وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، وكذلك نشكر جهود المبذولة من سيد مدير بلديات نينوى أستاذ عبد القادر، وكذلك نشكر جهود سيد عبد الستار الحبو مدير بلدية الموصل وجميع العاملين في دوائر الخدمية كافة. بداية نشر قناة الموصلية تواجدها الدائم ومواكبة الأحداث مع مديرية بلديات نينوى وبلدية الموصل. في البداية أحب أقول أنه الرحمة والغفران إلى شهداء جيشنا الباسل وحجنا المقدس الذين سقطوا في الذود عن مدينة الموصل، وأيضا الشهد الرحمة والغفران إلى شهدائنا الذين سقطوا في موصل الجديدة ليلة البارحة. نسأل الله أن تضافر جهود جميعها في سبيل إغاثة المتبقين تحت الأنقاض. حضرنا اليوم لتوزيع رواتب مديرية بلدية الموصل وبمديرية بلديات نينوى لتوزيع رواتب الادخار البالغة 21 شهر، حيث بلغ عدد الموظفين مباشرين جدد لهذا الشهر لشهر آذار 2017 518 موظف بواقع 21 شهرا، تمثلت 6 أشهر لسنة 2015 سنة كاملة ل 2016 و3 أشهر ل 2017 من مجموع 21 شهر. بلغت مجموع الرواتب التي ستصرف 4,207,000,000 دينار عراقي، وهذا كله بجهود وزارة البلديات والإسكان متمثلة بالسيد الوزير دكتور نافع عوسي والسيد مدير البلديات العام الأستاذ حيدر الميالي، وايضا الشكر والتقدير للجهود الكبيره المبذوله من قبل مديريه بلديات نينوى لايصال اصوات اولادهم المتمثله بالاستاذ عبد القادر احمد حسن الدخيل مدير بلديات نينوى. تقوم اليوم مديريتنا مديريه بلديه الموصل بالتعاون مع مديريه بلديات نينوى بتوزيع الرواتب المدخره لموظفينا والبالغه 21 شهر. نسأل الله أن تكون هذه الرواتب تسير في صالح المدينة وصالح المواطنين لرفع مستواهم المعاشي وتحسين الوضع الاقتصادي للمدينة. كنا نشاهد بلدية نينوى توزع رواتب مدخرة ل 518 من منتسبيها عن 21 شهرا في الموصل، وقد باشرت مديرية بلديات نينوى بتوزيع الرواتب المدخرة لمنتسبيها في مدينة الموصل من الذين ثبت سلامة موقفهم الأمني. وقد قال خلال هذا التقرير مدير البلديات عبد القادر حسن أنه تم توزيع رواتب 518 موظف بواقع رواتب مدخرة ل 21 شهرا. كما وجه عضو مجلس محافظة نينوى لقمان الرشيدي الشكر لوزيرة الإعمار على جهودها في صرف مستحقات موظفي بلديات وبلدية الموصل للتخفيف من معاناة الأهالي. كنا قد عرضنا خلال حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية في محورها داعش يستهدف المدنيين في سوق النبي يونس في محاولة لزعزعة الاستقرار بالجانب الأيسر من الموصل، وفي أولى موادها عرضنا بيانا أصدرته قيادة العمليات المشتركة في توضيح بشأن استهداف مدنيين في منطقة موصل الجديدة،
وفيه بينت أن ادعاءات إرباك الرأي العام قد تكررت مع مبالغات ومغالطات كبيرة، ودعت كافة وسائل الإعلام والشخصيات السياسية إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. كما كان لنا اتصال مع محافظ نينوى السيد نوفل سلطان، والذي حدثنا فيها أولا عن تعزيته لذوي الضحايا بهذه المصيبة الجلل التي وقعت في موصل الجديدة. وقد سبق استضافة وزير الكهرباء والصحة والهجرة والذين طالبهم بتوجيه مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار باعتبار نينوى مدينة منكوبة، ومن خلال الموصلية يدعو إلى التعويض العاجل وإعادة بناء دور المتضررة أثناء المعارك. كما قال أن عددا من الضحايا هم من عوائل منتسبي الشرطة الذين وقع فصلهم بعد 10/6، ويدعو كذلك طيران التحالف الدولي إلى التوقف عن قصف منازل المدنيين دون التحري، وذلك تجنبا لسقوط ضحايا من الأهالي. وقد قال أن غالبية الضحايا الذين وقعوا أثناء المعارك هم من النساء والأطفال، والذين كما نعلم تتخذهم داعش كدروع بشرية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. ويقول أن مدينة نينوى تمر بكارثة إنسانية لم يسبق لها في التاريخ. وقال أن هنالك كان اتصال بلواء الركن معنى السعدي وطلب بعض التجهيزات الخاصة منه للقيام بإجلاء جثث الضحايا. كما قال معنا اليوم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية السيد عبد الرحيم الشمري، الذي التقى يوم أمس مع رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي، والذي عرض عليه تشكيل لجنة من قبل رئاسة الحكومة، وعرض عليها وعبر عن استعداده للمشاركة رفقة لجنة حقوق الإنسان النيابية في هذه اللجنة. وقال أن حسب شهود عيان أكثر من 300 شهيد قد سقطوا في حادثة موصل الجديدة، وقد دعا القوات العراقية إلى التزام الحيطة والحذر أثناء القيام بالتوغل في المناطق بالجانب الأيمن للموصل. كما كان معنا الفريق الركن الرياض جلال توفيق، المشرف على المقر المسيطر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وحدثنا عن استهداف تنظيم داعش لسوق النبي يونس بقذيفتي هاون قد انفجرتا في محل لبيع العطور، وقذيفتين آخرتين لم تنفجر. وقال أن سقوطها في محل لبيع العطور قد تسبب في احتراقه وسقوط بعض الضحايا. وقال أن هذا الرمي هو رمي غير مباشر، ولكن المواطنين رغم استهدافهم من هذا التنظيم الإرهابي إلا أنهم يواصلون حياتهم بشكل طبيعي، والأسواق تشهد إقبالا من المواطنين. ويقول أن أهالي الموصل يقومون بتعاون جيد مع القوات العراقية مع القوات الأمنية، ويقول أن هنالك تبليغ على الخلايا النائمة لتنظيم داعش، وكذلك لكل التجاوزات بكل من تسول له نفسه لاستغلال مأساة المواطنين ومعاناتهم في مد يده على ممتلكاتهم الخاصة والعامة. كان هذا أبرز ما تحدث به الفريق الركن رياض جلال توفيق، المشرف على المقر المسيطر في الجانب الأيسر. بهذا نكون قد بلغنا نهاية فقرات حلقة اليوم من برنامج استوديو الموصلية، والذي تطرقنا فيه إلى الوضع الإنساني في مدينة الموصل واستهداف سوق النبي يونس بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. مشاهدة طيبة لبقية برامج قناة الموصلية. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.